متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. كما تعرفوا جميعا أن يوم الجمعة 26 أغسطس 2021 جرت انتخابات على الغرف المهنية. هذه الانتخابات اللي أسفرت فوز حزب التجمع الوطني الأحرار بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني. مباشرة بعد صدور النتائج يعني تفجر واحد النقاش، هل هذه النتائج انتخابات الغرف المهنية مقياس لما سيكون عليه الحال في انتخابات الجماعية والبرلمانية؟ هناك قراءتان، القراءة الأولى تقول أنه بالفعل سيكون مقياس وأن هذه النتائج سيكون لها أثر على مستوى انتخابات الجماعية والبرلمانية، وأن حزب التجمع الوطني الأحرار بإمكانه أن يتبوأ المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في خلال انتخابات 8 شتنبر. البعض آخر يقول لا، ما كان عندها حتى شي علاقة، لأن هذه الانتخابات هذه تتعلق بواحد الانتخابات تاع الحرفيين، وأن هي فئة قليلة بالمقارنة مع عدد المصوتين على مستوى الانتخابات الجماعية والبرلمانية. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السيد بوشعيب جميلي، فاعل ومهتم بالشأن الجمعوي بمدينة الدار البيضاء. سي بوشعيب جميلي، أشني أولا قراءتك للنتائج انتخابات الغرف المهنية اللي تمت يوم 26 أغسطس 2021؟ الأخ والأستاذ، بالنسبة للغرف المهنية اللي تمت في 6 أغسطس 2021، هناك قراءات متفاوتة ومتباينة، ولا يمكن قطعا أن تكون هذه الانتخابات المهنية اللي كتمثل واحد الفئة قليلة في المجتمع اللي مرتبطة بزاف ديال الأصناف، كنلقاو مثلا الصناعة التقليدية، الخدماتية، كنلقاو الصيد البحري، كنلقاو الفلاحة، ما يمكنش تكون مقياس للانتخابات البرلمانية، لأن المجتمع ما كيتكونش من هذه الفئة، كاينين فئات كثيرة في المجتمع. ولكن البعض يقول لا بالعكس، ان الحرفيين وهاد الناس على الصناع التقليديين وهاد الناس اللي خدامين في قطاع الصيد التقليدي راهم فئه واسعه من المجتمع المغربي، وان هذا مؤشر على ما سيكون عليه الوضع في الانتخابات الجماعيه والبرلمانيه. سي استاذ، ما نقدوش ننفي ولا نقطعوا نقولوا بان راه الانتخابات المهنيه راه تكون مؤشر للانتخابات البرلمانيه، او اننا غنحكموا عليها وغنقولوا بان نسبه المشاركه الى جينا الانتخابات المهنيه كنلقاو نسبه ديال عدد المسجلين ماشي هي النسبه ديال العدد المسجلين في الانتخابات الجماعيه والبرلمانيه. اذا هذا ديال عدد المشاركه ديال المهنيين مع باقي الفئات العمريه في المجتمع المغربي ما يمكنش تكون مقياس، والدليل راه كان واضح مثلا في الانتخابات ديال 2015 كنلقاو مثلا احزاب اللي ما شاركتش في الانتخابات مثلا المهنيه وما فازتش، ولكن اكتسحت المقاعد في الانتخابات البرلمانيه والجماعيه. الوضع تاع 2015 ماشي الوضع تاع 2021، هذا تنقول لك الراي الاخر اللي تيقول الوضع تاع 2015 يختلف عن الوضع 2021، على اعتبار ان الان ربما يكون واحد العقاب جماعي للحزب العداله والتنميه، والمؤشر هو ما وقع في الانتخابات على الغرف المهنيه. هو لا مجال للشك او يعني بان العقاب راه غادي يكون، كنعرفوا الغالب انه من جهه حكومه التناوب كان عقاب ديال الاتحاد الشرقي. الان احنا مقبلين على العقاب ديال العداله والتنميه. اذا هذه لا مجال للشك، علاش؟ لان المغاربه ماشي المغاربه اذكياء، من طبيعه الحال احنا ما غنجلدوش من خلال هذا اللقاء مثلا حزب العداله والتنميه، ولكن الحاصله راه واضحه وبيها. بالنسبه لك انت، ناخذوا على مستوى مدينه الدار البيضاء، الحصيله تاع الناس في مدينه الدار البيضاء كيفاش شفتيها هذه المده هذه تاع 5 سنين؟ هو على العموم كان اشتغالات، ولكن اشتغالات ضعيفه، انه التدوير ديال الملفات الكبرى ديال مدينه الدار البيضاء، يعني الا خرجنا ودرنا واحد الجوله في مدينه الدار البيضاء غنلقاو حفار، غنلقاو مثلا على المستوى ديال النظافه وعلى المستوى كنلقاو بانه كاين واحد التحسن، ولكن كاين اكتظاظ، كاين يعني ما كاينش واحد التدبير اللي معقل، وخصوصا في الجماعات المهمشه ديال الدار البيضاء. مثلا الا خدينا مثلا المنطقه ديال ليساسفا، كنلقاو يعني في المجلس سواء السابق ولا الحالي كنلقاو بانه هذه المنطقه مهمشه لواحد الدرجه ما كتصورش على البال، انه ما كاين لا اهتمام بالمنطقه اللي هو في الشان المحلي. هذا جبتي ليساسفا، وانا تنعرف انك مهتم اكثر بليساسفا والمناطق المحيطه بها. البعض تيقول بان خاص مباشره بعد انتخابات 2021 يتفتح الملف تاع التقسيم الترابي على مستوى الدار البيضاء، وان جماعه ليساسفا ترجع جماعه مستقله بذاتها وما تبقاش تابعه للمقاطعه الحي الحسني. هو من طبيعه الحال كانت مطالب
ديال الناس ديال اللي كيديروا التدبير ديال الشان المحلي منقطع الحي الحسني باش يتم التقسيم، ولكن الداخليه كان عندها راي اخر. كنتمنى ان شاء الله يكون التقسيم، لان التقسيم غادي ينصف لساسفه، لان عندها مساحه كبيره، عندها كثافه سكانيه، الى جانب انها كتوفر على النخب وعلى الكفاءات. ما يمكنش واحد المنطقه مثلا ديال لساسفه اللي عندها تاريخ، لانه كيجهلوه البعض البيضاويين، كيجهلوا التاريخ ديال لساسفه مع انه تاريخ ضارب في الجذور. ولكن كنتمنى ان شاء الله تكون واحد الالتفاته ديال الناس اللي عندهم القرارات الكبرى، انهم يشوفوا هذه المنطقه بعين، ماشي بعين الرحمه، ولكن هذا راه واجب وطني عليهم. دوزو المحور الاخر، هو المحور تاع الانتخابات البرلمانيه الجميع المقبله، هو النقاش تاع واحد المرشح تيقول ممثل تاع واحد الدائره تنجح بسميتها ديك الدائره في البرلمان ولا في الجامعه، ومن بعد تيقرر انه يتنقل لدائره اخرى. يعني النقاش تفجر بعد يعني رئيس الحكومه تاع الدين العثماني فضل انه يترشح في الرباط بدل المحمديه اللي كنت يترشح فيها. هنا من كنتكلموا على هذه الظاهره كنتكلموا على الترحيل السياسي. من طبيعه الحال الترحيل السياسي هو ضارب في المشهد السياسي المغربي، يعني عنده اسباب ثقافيه واسباب اخلاقيه. انه من كنقولوا اسباب اخلاقيه، انه ما كاينش الوفاء الحزبي، ما كاينش الالتزام الحزبي. نمشوا على واحد القوله خالده ديال شكيب ارسلان اللي من المدرسه ديال البيان، وهو مفكر لبناني، كيقول لك الوطني يفكر في الاجيال القادمه، اما السياسي كيفكر في الانتخابات القادمه. يعني الهم ديالو والهم ديال الاحزاب هو تفوز بالمقاعد، ما كيهمش ان مثلا شخص كان هنايا في واحد الحزب معين ومشى لواحد الحزب معين. هذه ظاهره ثقافيه اخلاقيه ما فيهاش التزامات، مع ان الدستور واضح، يعني راه كيعاقب على انت. ما نهضروش على الترحال السياسي، الترحال السياسي راه تم الحسم فيه، ولكن الترحال الدوائري الا بغيتي تكون، تيكون مرشح في واحد الدائره في الانتخابات الجايه تيمشي ترشح دائره اخرى. يعني واش ما تشوفش بان هروب من المسؤوليه والمحاسبات بالنسبه للمواطن؟ من طبيعه الحال نعطيك على سبيل المثال سعد الدين العثماني اللي رئيس الحكومه حاليا، كان واحد الوقت اللي ترشح في الحي الحسني، وكان عطى وعود الناس ديال سيد خالد بانه غيتغير المنطقه وغتنمى المنطقه، ولكن لقينا تفاجئنا من لقينا رئيس الحكومه دابا كنلقاو في الحي المحمديه من بعد دابا مشى مرشح. اذا ما كاينش التزام سياسي، التزام ديال المواطنه السياسيه. هنا كنفتقدوا الالتزام ديال المواطنه السياسيه، لان الشخص ربما كيخاف من المحاسبه، كيخاف من الجلد ديال المواطنين. كما قلت لك المواطنين اذكياء، انه ما يمكنش مثلا واحد دوز واحد خمس سنين وما تفكرش هذيك الدائره ديالو حتى بالمسكه مثلا، ما تفكرها حتى بشي حاجه اللي الناس غادي يتفكروا بها. اذا راه بطبيعه الحال غادي يفكر يمشي لمنطقه اخرى. كاينه في الدول اللي اكثر ديمقراطيه واكثر تقدما بالنسبه لرئيس الحكومه ولا عمده المدينه ولا هذا، تيكونوا الناس عارفين فين غيترشح مده سنه ولا سنتين، فهمتي؟ تنعرف ان عمده فلان غيترشح في بلاصه الفلانيه، وتتكون واحد الاستعداد. حنا تنتسناو حتى الامطار الاخيره تاع الانتخابات، واش هادشي طبيعي ولا ماشي طبيعي؟ كما قلت لك ان هذا الترحال السياسي او هذا المشهد السياسي اللي فيه اكثر يعني غير واضح، هذا الترحال كيبين لنا بان السياسيين ما كيفكروش يعني في المصلحه العامه ديال المواطن باكثر ما كيفكروا في المصلحه الشخصيه. وحتى الاحزاب مثلا من كتشد مثلا واحد البرلماني كيكون في واحد المنطقه معينه وكتصيفطو لواحد المنطقه معينه، اذا كتضرب الحسابات ديالها باش تكسب مقاعد سياسيه في واحد المنطقه معينه. ما تشوفش من الطبيعه ان الاحزاب تفكر بهذا النوع البراغماتي، لان في الاخر تتقول لها شحال شي من المقاعد، هما تيفكروا بان شحال جبنا من المقاعد، لان هذه انتخابات وهذا تنافس وهذا تسابق حول المقاعد. كما قلت لك بان المشهد السياسي عندنا في المغرب هو اكثر ضبابيه، ما فيهش التزامات سياسيه. ملي كنقولوا التزام سياسي كنقولوا النضال السياسي، كنقولوا الوفاء السياسي، الوفاء للمبادئ، الوفاء للاحزاب. اغلبيه السياسيين خارجين على هذا الاطار، ولكن هذا الوفاء والشيء اللي تتهضر عليه ما غاديش يجي في المقاعد. هما تيفكروا المنطقه تاع المقاعد والمنطقه بانه تيكون قويه باش التحالفات السياسيه. باش اغلبيه الاحزاب دابا حاليا كتفكر في المنطقه ديال المقاعد، انه ما كتفكرش انه مثلا واحد مناضل كيبقى مثلا باللوتوني ديالو كيفكر مثلا في المواطن وكيفكر في المصلحه العامه ديالهم، كيفكر ان هذاك المقعد في هذيك الدائره المعينه احسن نخافضوا عليه. المهم وهذا هو المهم عندهم هما، يعني باش كيفكروا
في المصلحه العامه ديال البلاد ما كنظنش. بالنسبه للحي الحسني، مقاطعه الحي الحسني هي ضمن مجموعه من المقاطعات اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء، انت واحد من ابناء هذه المنطقه دي، كيف شفتي الحصيله تاع التدبير تاع المقاطعه؟ بالنسبه للحصيله ديال التدبير ديال المقاطعه، يعني باش نكون صادق، يعني ما نكونش انه البعض انه غادي يقولوا باننا نوجه سهام انتقاد او سهام الجلب للمقاطعه اللي دبرها الحزب العدالة والتنميه، ولكن هي الحصيله على العموم حصيله صفر. يعني ولا يعني يكفي الناس ديال المناضلين ديال الاحزاب والناس اللي في حزب العداله والتنميه انهم يقوموا بجوله في الحي الحسني، غيلقاو الشوارع انهم محفره، غيلقاو المساحات الخضراء ما كايناش. الى جينا لساسفه دابا حاليا كنلقاو المدخل ديال لساسفه يعني يرتى له، كنلقاو المساحات الخضراء ما كايناش، البعض يعز ذلك الى ضعف العقاري. نجيو لواحد العقار اللي هو ارض السلباوي، دابا حاليا كاين تفكير انه يكون اير بليس او يكون بناء، مع انه هو الوعاء العقاري الوحيد اللي خص الناس اللي كيدبروا الشان المحلي انهم يفكروا في المنطقه. يعني اذا على العموم هو تدبير ضعيف جدا، واعتقد ان حتى الناس ديال يعني المواطن عارف المسائل. شكرا سي جميلي، شكرا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.